أو نعود إلى مصر وحاضنتها الإفريقية ومصر حاضنة إفريقيا أيضا بطبيعة الحال. في النهاية احنا بنتكلم على قارة واحدة وبنتكلم على بعد قاري وإقليمي وسياسي واحد. مصر الحقيقة دون يعني أي مبالغة ولا تزيد حتى قدمت كتير جدا لإفريقيا خلال أو لإخواننا وأشقائنا الأفارقة خلال السنوات القليلة جدا الماضية. سنوات قليلة جدا الماضية دي اللي أنا بكلمك عليها في عمر الأمم 9 سنوات، ده حاجة بسيطة. السنة اللي فاتت إحنا قدمنا دعم كبير لإفريقيا. معانا على التليفون دكتور إسلام حمزة، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية. أهلا بيك يا دكتور إسلام. اهلا بيك يا استاذ شبيه. ازاي الصحه؟ يمكن عايز في مستهل الكلام اسال على حجم الدعم اللي قدمناه حتى في ملف التعليم بالتحديد الى قارتنا الافريقيه. حصاد هذا الدعم المصري لافريقيا في التعليم العالي وفي البحث العلمي، ودي حاجه مهمه جدا خلال 23 خلال 2023 اظننا عملنا منح وخلافه. الحقيقه يعني يمكن القياده السياسيه في الفتره اللي فاتت اولت اهتمام بالغ للقاره الافريقيه، ويمكن حضرتك تتذكر كان جه علينا فتره كنا بعدنا عن الحضن الافريقي واخذنا بعد ولم يكن لنا تواجد، ولكن في الفتره الاخيره الحمد لله تم الرجوع بقوه والرجوع برياده ودعم للاشقاء الافارقه. احد اهم هذه المحاور هو التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدم الدوله المصريه من خلال وزاره التعليم العالي والبحث العلمي العديد والعديد من الدعم للاشقاء الافارقه. على راس هذه الموضوعات هو تقديم منح دراسيه للدراسات الجامعيه والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفه. العام الفائت فقط 23 وصلنا الى اكثر من 713 منحه للدراسات الطب البشري والصيدله والعلاج الطبيعي والطب البيطري والهندسه والتخصصات المختلفه. دي قدمت لكام دوله تقريبا يا دكتور؟ افندم؟ قدمت لكام دوله في القاره الافريقيه تقريبا؟ تعلن المنح لكل الدول الأفريقية واللي استفاد منها في الفترة الأخيرة ما يزيد عن 22 دولة. هايل هايل. طيب بالإضافة طبعا لحضرتك بتقدم منح تدريبية قصيرة الأمد اللي هي أسبوعين أو أكثر في تخصصات متقدمة ومتطورة على رأسها كان قطاع تكنولوجيا الفضاء، الاستشعار من البعد، الزراعة والغذاء والطرق. وطبعا الذكاء الاصطناعي يحتل بعض التميزات في الفترة الأخيرة. عظيم جدا. هل احنا في عندنا شكل من أشكال التوأمة ما بين الجامعات بتاعتنا وبعض الجامعات في القارة الإفريقية؟ أيوة طبعا هناك العديد من التوأمة بين الجامعات المصرية وجامعات الأفريقية. على سبيل المثال جامعة حلوان مع جامعة لمبوبو في جنوب أفريقيا، هناك بعض الفروع للجامعات المصرية في بعض الدول، ولكن نتيجة لبعض عدم الاستقرار سواء السياسي أو بعض الظواهر الطبيعية بتؤدي إلى عدم تشغيلها بشكل جيد، لكن هناك خطة لإعادة التشغيل مرة أخرى، وهناك خطة لفتح فروع جديدة لجامعات أخرى في دول أخرى يعني. فديت يمكن عودة مصر إنها تكون حضن وهب تعليمي في أفريقيا تشغل بال القيادة السياسية والوزارة، ونسعى جاهدين على أن تكون مصر في هذه المكانة بديل عن الدول الأخرى زي شرق آسيا أو زي أوروبا وكذا. طبعا يا ريت. طب آخر حاجة معلش أنا هتقل حضرتك شوية يا دكتور، بخصوص التدريب يعني أنا بشوف دايما إنه مسألة التدريب بتاعة مثلا الجنسية الإفريقية الفلانية من الدولة العلانية إن هو بيجي يتدرب عندي، ده برضو بيدي بعد آخر بخلاف المنح الدراسية سواء إذا كان على مستوى الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه والتوأمة ما بين الجامعات، لكن كمان التدريب، هل في عندنا برامج تدريب ولا لأ؟ أيوة لدينا برامج تدريب، والحقيقة كلها رزق بيه، كل الحاجات دي بتبقى قوة ناعمة للدولة المصرية
في الدول الأفريقية، ودي نحتاجها في الفترة القادمة. ولنا بعد آخر استراتيجي بأن في المستقبل تكون الماركت بتاعنا أو السوق التسويقي لمصر هي أفريقيا، سواء سوق تسويقي للتعليم، سوق تسويقي للصناعات المختلفة زي صناعة الدواء، سوق تسويقي لصناعات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات. أعتقد بتبني كوادر إنها تكون اتدربت عندك، اتعلمت عندك، مع البعد الآخر ده بتساعدك في توصيل المهمة اللي أنت عايز توصلها، وهي ريادة أفريقية، سوق إقليمي قاري من خلال المنتجات التي يمكن أن تنتج عن طريق البحث العلمي والتعليم العالي. أشكرك جدا 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 يا دكتور إسلام، كل الشكر ليك. دكتور إسلام حمزة، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية.